في سؤال دلوقتي، هل الدينار الكويتي هيوصل لمية جنيه؟ الناس محتارة وبتسأل، خصوصاً بعد زيادته الأخيرة في البنوك. طب هو الدينار أصلاً كان بكام قبل دوامة التعويم؟ وإزاي ارتفاع سعره هيأثر على المصريين اللي شغالين هناك؟ يا ترى هيبقى في صالحهم ولا ضدهم؟ تفاصيل كتيرة هكشفها لكم في الفيديو ده. أنا آية يونس، تابع الفيديو للآخر عشان تعرف كل التفاصيل. بقولك إيه؟ ارجع معايا كده بالذاكرة شوية لورا، يا دوبك لغاية أول يناير بس. هتلاقي أعلى سعر للدينار الكويتي في البنوك وقتها كان 82 جنيه. بص عليه دلوقتي هتلاقي سعره كسر حاجز 90 جنيه، يعني في 10 أيام بس زاد حوالي 8 جنيه. أنت متخيل السرعة اللي احنا بقينا فيها؟ أقولك الكبيرة كمان، في بداية 2022 الدينار الكويتي كان سعره 52 جنيه تقريباً، يعني في سنة واحدة وكم يوم الدينار زاد 48 جنيه. وطبعاً خبر زي ده يهم المصريين اللي شغالين في الكويت، من ناحية المرتبات بتاعتهم لما هتتحول للمصري قيمتها هتزيد أكتر، ومن ناحية تانية قيمة الرسوم اللي بيدفعوها ممكن برضو تزيد. يعني لو بصيت على تفاصيل قرار الكويت الأخير بوقف استخدام العمالة المصرية، هتلاقي إن الصحف الكويتية اتكلمت عن أكتر من سبب، منها وضع آلية جديدة لضبط الاستخدام من مصر مع مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، وكل ده علشان يمنعوا دخول أي عمالة زايدة عن حاجة البلد. اتقال كمان انه تم فرض رسوم جديدة لإصدار الأوراق وتوثيقها من الهيئات المعنية بسبب تغيير قيمة الجنيه، علشان كده وقفت الكويت استقبال العمالة المصرية حتى إشعار آخر، ولغاية دلوقتي مفيش أي جديد. وفي نفس الوقت سبق وأعلنت الكويت عن خطة لاستبدال العمالة الأجنبية بعمالة محلية، وبعد حالة الجدل الكبيرة اللي سببها الإعلان والقلق على مصير المصريين هناك، وزارة القوى العاملة نفت رحيل العمالة المصرية بالكامل من الكويت. قالت إن اللي هيتأثر بالقرار العاملين بوزارة الدولة للشؤون البلدية والإدارات التابعة ليها فقط لا غير، وحسب الوزارة الكويت شغال فيها ما يقرب من 456,515 واحد بس، مش 1,800,000 عامل زي ما كان متداول قبل كده. ومن إجمالي ال 456,000 في 31,000 مصري شغالين في القطاع الحكومي، منهم حوالي 1,000 بس في وزارة البلدية. وكمان مش كلهم هيتأثروا بالقرارات الجديدة، لأن خطة التكويت هتتطبق بس على اللي شغالين في وظائف إدارية وبس. كمان أكدت الوزارة أن القرار مش جديد، وسبق تنفيذ قرارات مماثلة في سنة 2017 وسنة 2020 بتكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية. ده غير أن كتير من المصريين العاملين اللي سبق إنهاء خدمتهم بقرارات التكويت السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية تانية. ومؤخرا طردت الكويت 30,000 عامل من أراضيها، منهم 3,000 عامل مصري بس، السبب ارتكابهم لمخالفات ضد القانون وبتضر بمصلحة البلد، مش علشان خطة تكويت الوظائف. فلو انتوا شغالين في الكويت ياريت تقولولنا بتشتروا الدينار بكام؟ هل سمعتوا عن ترحيل عمال مصريين بسبب خطة التكويت في الفترة الأخيرة ولا لأ؟ شاركونا في التعليقات.